السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم بغينا نتكلموا على قضية أن ليس هناك شيء مستحيل، ليس هناك باب مغلق، ليس هناك شح في الموارد، ليس هناك شيء ممنوع أبدا. كل شيء ممكن أن تصل إليه، وكل ما تتمناه على الله يمكن أن تدركه. فربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الكريم، كريم، ومن أسمائه المعطاء، يعطي بلا حدود سبحانه وتعالى. لا شك أن الكثير منكم مر بتجارب حياتية، شعر أحيانا بأن الأبواب قد أغلقت في وجهه، وشعر بأن الحبل الذي يشده قد انقطع، وشعر بأن الناس قد تنكروا إليه، وشعر بأن الفقر والحاجة قد هاجم عليه. ولكن يمكن كل هذا يتغير، يتغير ليس من باب الخيال أو من باب الأوهام أو من باب الأماني التي لا يكاد يدركها الإنسان، ولكن من باب اليقين بالله سبحانه وتعالى. ربنا جل جلاله جعل سره في كلمة واحدة، هذه الكلمة هي كن فيكون. إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. فنريد أن نستمع منكم أيها الأحبة الكرام عن المواضيع والمشاكل والهموم التي لحقت بكم، وهل استطعتم أن تخرجوا منها أم بقيتم مدة طويلة تدورون في دوامة مغلقة؟ نريد من خلال هذه الحلقات أن نتعرف عن قواعد وآليات الخروج من الأزمات ولو بغير شيء. ليس دائما أن نربط ذلك بالمسائل المادية، الوجود ليس كله مادي، الوجود فيه معنويات وفيه ربانيات وفيه كرامات، الوجود فيه أسرار كثيرة نريد أن نصل إليها أيها الأحبة الكرام. فمرحبا بالجميع، يبدو بأن هناك مكالمات كثيرة وكثيرة جدا، والخطوط تتدخل فيما بينها، وتخبرني الأستاذة المخرجة بأن المكالمات معظمها أناس يطلبون دعوة من الخير، دعاء من الخير. فلنبدأ بالدعاء، خصوصا هناك أناس تعذر عليهم الإنجاب، تعذر عليهم الإنجاب. وربنا سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، قال ادعوني استجب لكم. الناس اللي هم ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ماذا قال؟ قال لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا في كتابه العزيز كيف أن هناك أناس لم يفقدوا الأمل في الإنجاب، وظلوا ينادونه بالليل والنهار حتى أكرمهم سبحانه وتعالى بالإنجاب. منهم سيدنا زكريا عليه السلام، الذي حكى عنه الله تعالى بقوله وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بعض العلماء قالوا هذه العبارة بالضبط هي مفتاح عظيم من مفاتيح العطاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سبحانك يا جليل، من يرددها مرارا وتكرارا فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له باب العطاء، لأنه مباشرة سيدنا زكريا
سيبشر بغلام. وكذلك الأزواج لابد أن يردد دعاء سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأوله تهليل وأوسطه تسبيح وآخره إقرار بالذنب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.